اعظم جمهور في الكون المشهد اللي حضراتكم واللقطات شايفينها لسه واصله للسادسه من السعوديه قبل دقائق من بدايه مشوار الاهلي في بطوله كاس العالم للهاندبول هنلعب طبعا بطوله سوبر جلوب هنلعب الساعه 7 الا ربع واربعين مع فريق مدر السعودي في مجموعه بتضم الاهلي ومدر و بنفيكا المشاهد واللقطات دي طبعا خاصه بالسادسه بنعرضها على حضراتكم عشان نقول ان جمهوره ده حماية مش كلمه وخلاص او مش شعار او مش سوجن كده بيتقال خلاص اللقطات دي بتتكرر في كل لحظه الاهلي بيكون فيها بره الحدود وده ياكد لك قد ايه النادي الاهلي جمهوره عظيم وجمهوره دايما حاضر لسه شايفين يمكن قريب جدا في البطوله العربيه جمهور الاهلي العظيم برده في الكويت اللقطات دي طبعا من مدينه الدمام في السعوديه اللي بتستضيف بطوله السوبر جلوب من من ايام بسيطه جدا جمهور الاهلي في الكويت كان عامل ملحمه ورا فريق الباسكت جمهور الاهلي في قطر مع طبعا لا حضراتكم شايفينها دي الجمهور الاهلي مع مع في قطر مع بطوله السوبر الافريقي ومع بطوله كاس العالم للانديه كان حاضر بقوه جدا فانت بتتكلم على انه في كل مكان ويمكن النهاردة ده السعودية من يومين في الكويت وقابليها في قطر واينما حل الاهلي الحقيقة يعني والامارات طبعا يمكن شفنا اكتر من مباراة الاهلي في الامارات والحضور الجماهير الكبير جدا الشعبية الطاغية للنادي الاهلي مش محتاجة دليل ولا محتاجة اثبات وجمهوره الحقيقة في كل لقطة وفي كل مشهد زي ما حضراتكم بتشوفوا كده حاضر وبيساند وبيستقبل فرق في المطار وبيشجع وموجود في الملعب وحريص على دعم الفريق فرق النادي الاهلي كلها أين كانت البطوله اللي بيشارك فيها كل التوفيق لرجالتنا النهارده زي ما قلت لكم المجموعه فيها ثلاث فرق الاهلي ومدر السعودي ومعاهم بنفيكا البرتغالي